السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا ومرحبا بكم، حياكم الله في حلقة جديدة وبرنامج بانوراما الذي يأتيكم على شاشة قناة سامراء الفضائية. في حلقة هذا الأسبوع، الاتفاقية الصينية العراقية بين مؤيد ومعارض، عنوان حلقة هذا الأسبوع. طبعا في إطار مبادرة الحزام والطريقة التي أطلقتها جمهورية الصين الشعبية منذ عام 2013، دخل العراق للمرة الأولى بسلسلة مذكرات تفاهم واتفاقيات مع الجانب الصيني، طبعا وقعتها الحكومتان، الحكومة العراقية والصينية، في بكين بتاريخ 23/9/2019. هذه الاتفاقية طبعا كانت هي ممثلة لمرحلة اقتصادية جديدة في إعادة إعمار البنى التحتية العراقية وبنائها أيضا ضمن برنامج يمكن تسميته النفط مقابل الإعمار. العراق يعد أحد أهم مصادر تزويد النفط للصين، فالأرقام التي تقول بأنه ما يصل أو بواقع تصدير يصل بين 750 ألف برميل إلى 1,000,000 برميل نفط يوميا من النفط العراقي يتصدر أو يصدر إلى الصين، طبعا حسب أن يعني أن الميزان التجاري بين البلدين له لا يقل عن 30 مليون دولار سنويا بفضل الزخم بالاستيرادات السلعية من الصين، يعني لدينا استيرادات كبيرة من الجانب الصيني للعراق. طبعا ثمة 4 مجموعات من الحسابات، وحسب ما يراه المراقبون أنه البنك المركزي سيتولى مسؤولية إدارة هذه لمصلحة وزارة المالية العراقية ضمن الاتفاقية الموقعة أساسا في بكين بتاريخ 11 مايو عام 2018. طبعا هذه الاتفاقية هي كانت موقعة في زمن السيد العبادي، الحكومة السابقة. الاتفاقية حقيقة أنه شابه الكثير من الحديث خلال هذه الفترة. إحنا نعرف وضع البلد اليوم في مثل هذه الظروف، هنالك من ينقسم، يعني تقريبا أصبح هناك من فريقان يتناحران اليوم، خلي نقول فريق مع الجانب الأمريكي، فريق مع الجانب الإيراني، فريق آخر انبثق أخيرا والفريق الذي يقال عنه بأنه مع الجانب الصيني. احنا كل هذه التفاصيل نحتاج الى تدقيق، تحتاج الى تفصيل، تحتاج الى معلومات وافرة، في الحقيقة تحتاج الى خبرة كبيرة. هذه الخبرة حقيقة ارتئينا انه يكون ضيفنا الكبير يعني الاقتصادي من بغداد، الدكتور مظهر محمد صالح، نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق، المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس مجلس الوزراء، وأيضا عضو ملتقى النبأ للحوار واستشاري في مركز البيان للدراسات والتخطيط. أهلا ومرحبا بك دكتور مظهر، وحياك الله في حلقة هذا الأسبوع من بانوراما. أهلا وسهلا بك أستاذ ناصر. إذن مشاهدينا سنذهب إلي سويا لمتابعة هذا التقرير المفصل حول هذه الاتفاقية لمعرفة بنودها ومعرفة تفاصيلها أكثر ومن يؤيدها ومن يرفضها، فابقوا معنا. اللجوء نحو حليف جديد وهو الصين وترك الولايات المتحدة قرار ساده تفاؤل في مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد توقيع الاتفاقية الاقتصادية مع بغداد وبكين تتباين الآراء حول إمكانية العمل ببنود ذلك الاتفاق، إلا أنه بالرغم من أن المواطن البسيط يجهل تفصيلاته إلا أن أمله تبقى معلقة على المضي بتطوير واقع البلاد. عضو اللجنة المالية أحمد الصفار أكد أن الاتفاقية العراقية الصينية جيدة، ومن خلال الاطلاع عليها تعتبر ذات فائدة بالنسبة للعراق خاصة، وأنها تعمل وفق إيداع الأموال في صندوق ناجم عن بيع نفط العراق خارج السقف المحدد للبلد. يعني هي الاتفاقيات الاقتصادية من صلاحيات الحكومة، والحكومة بالتأكيد أخذت استشارتها من مجلس النواب، وأيضا يعني حسب ملاحظتي حول هذه الاتفاقية، هي اتفاقية سليمة وجيدة وبها الكثير من النقاط المفيدة للعراق، لأنه عبارة عن صندوق يتم إيداع كمية من النفط، يعني عائدات كمية من النفط يتم إيداعها بالصندوق، وهذه الكمية هي خارج سقف العراق المحدد من قبل منظمة الأوبك، ولكن التقييم النهائي والمهم هو من خلال تنفيذ الاتفاقية ومدى تحقيق الجدوى والفائدة من
المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال هذه الاتفاقية. ويرى مراقبون أنه قبل تطبيقها أو معرفة بنودها رافقت الاتفاقية بين بغداد وبكين ردود أفعال مختلفة على الصعيدين الشعبي والسياسي، فما بين التفاؤل الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الشارع جوبهت الاتفاقية بحملات تسقيط تقودها منابر إعلامية ودول متعددة انتقادا على خروج العراق من الجناح الأمريكي واللجوء إلى الصين، أمر ورغم أن المواطن البسيط يجهل تفصيلاته إلا أنه لاقى ترحيبا واسعا على أمل النهوض بواقع البلاد. وإذا ما نجحت الحزمة الأولى من المشاريع التي ستعمل عليها الشركات الصينية في محافظات العراق، فإن الخيار متروك أمام رغبة الحكومة العراقية في رفع سقف الاستثمار بمبيعات النفط إلى أكثر من 100,000 برميل يوميا ليكون العمل على نطاق أسرع وأوسع بحسب مختصين، وشددوا على ضرورة تحديد سقف زمني لعمل تلك الشركات ونقل الخبرات إلى العاملين العراقيين. ويطالب الكثير من المراقبين بتلافي الأخطاء المتكررة التي حصلت خلال الاتفاقية السابقة مع واشنطن وبعض دول المنطقة والتي لم تؤتي أكلها إلى العراق، وبذلك فإن بغداد وللمرة الأولى أبرمت عقدا مع بكين يقضي بتأهيل البنى التحتية والنهوض بالعوامل الاقتصادية للبلد. أعود إلى ضيفي من بغداد الدكتور مظهر، أهلا بك مرة أخرى دكتور مظهر. بداية، يعني ما هي أهمية هذه الاتفاقية من حيث الاستراتيجية طويلة الأمد وقصيرة الأمد للعراق؟ أهلا وسهلا. نعم، الحقيقة أكو معضلة في المالية العامة في العراق. هذه المعضلة في تركيب النفقات العامة في الموازنة العامة السنوية الاتحادية. اليوم صرنا في وضع يعني أرجو يعني الجميع ينتبه عليه، أنه إيرادات النفط والإيرادات الأخرى لا تكفي الموازنة التشغيلية، والتشغيلية تعني الرواتب والإجور وتشغيل الوظيفة العامة، وهي ذات صفة استهلاكية 100%. لم يبقى للتنمية شيء ولم تبقى للمشاريع شيء إلا الاقتراض أو يعني تمويلها بالعجز، والعجز يبنى على اقتراض. وأنا في اعتقادي هذا خطر داهم للمستقبل، يعني فذلك هذا جرس انذار، يعني يقول رقم واحد. أهمية هذا الاتفاق انه لأول مرة انت تبدي خطوة واحدة ان توظف ايرادات النفط لبناء البنية التحتية واعادة اعمارها. تبدي بمبالغ بسيطة، صحية 100,000 برميل، مبالغ السنوية فد 2.3 مليار بالاسعار الحالية، لكن هذه خطوة اساسية لأول مرة نقضم من ايرادات النفط نتوجه بها نحو التنمية بشكل صحيح. جي. اللي ما شايف تركيب الموازنات بالسنتين الأخيرة وما متوقع في 2020 خلي يتفرج يشوف ما هو تركيب هذا الهيكل المالي المختل بصراحة. وبالتالي إذا ريدنا بمستقبل شعبنا وإسعاده يجب أن توجه موارد الثروة النفطية الناضبة نحو التنمية والبناء والإعمار. العراق يعيش في بنية تحتية هشة تماما، يعني هذه البنية عمرها أكثر من 40 سنة بصراحة، متهرئة متهالكة. يعني البلد النموذجي رقم واحد في العالم في إعادة بنية تحتية هو الصين، يعني جمهورية الصين تعتبر الرائدة في مجال البنى التحتية في العالم، يعني شيء يعني شيء لا يصدق. يعني هم عندهم مبادرة مثل ما ذكرت بالبداية أستاذ العزيز اسمها الحزام والطريق. كل البلدان اللي كانت تشتغل أيام زمانات يعني بال قرون الوسطى على ممر التوابل يعني بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، هي تكون علاقات بدل من تضع سور الصين العظيم تفتح جسور بصراحة. يعني هذا الفلسفة تغيرت تماما بهالشكل هذا، وهذه الجسور تبنى على استثمار وتعاون مشترك. واليوم التعاون يعني العفو التبادل التجاري بين العراق والصين يصل إلى أكثر من 30 مليار دولار سنويا، معناها أكو أساس صحيح للعلاقات. الصين من أكبر مستوردين للنفط العراقي رقم واحد، يعني البلد المستورد النفط ذاك هي شريك تجاري أساسي ومهم. هذه النقطة رقم واحد. مبادئ هذا الاتفاق هو اتفاق بالحقيقة، وليس اتفاقية يعني أو معاهدة، وإنما اتفاق أشبه بالاتفاقات التجارية بالحقيقة. إنه إحنا نصدر نأخذ 100,000 برميل من صادراتنا اليومية للصين اللي هي بحدود 850,000 برميل توضع في حساب سيادي عراقي لدى مصرف صيني بالعملة الأجنبية بالدولار،
والأموال يتلقى عليها فائدة يعني العراق في حالة عدم استخدامها وتعطل استخدامها أو تراكمت بشكل أو بآخر. وتبدي الحكومة العراقية ترشح يعني بآلية سأجع عليها بعدين لإعلان مناقصات على مشاريع مهمة واستراتيجية حقيقة في البنية التحتية سواء جسور أو قطارات أو طرق يعني سريعة وإلى آخره حسب الاحتياجات حسب التصورات لبناء إعادة بناء البنية التحتية للعراق. تتقدم ثلاث شركات صينية على الأقل اختيار العقد أو هذا التندر كما يسمى حقيقة راح يتم بآلية عن طريق مؤسسة غربية يعني يعينها البنك المركزي العراقي تتولى شيئا تدقيق الحسابات ومتابعتها وبنفس الوقت تقيم بشكل مستقل أي العروض أفضل للعراق من حيث الكلفة السعر الاعتدال النوعية إلى آخره. بعد ما تطلع التقرير يحال إلى مجلس إداري هذا المجلس الإداري برئاسة سيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بأعضاء من مؤسسات الدولة للعلاقة يعني ذات العلاقة المالية التخطيط النفط البنك المركزي وترفع تقرير إلى مجلس الوزراء بالمشروع الاستراتيجي اللي رايح يحال على الجهات الصينية الشركة الصينية والوزارة القطاعية والجهة القطاعية طبعا تتابع هذا الموضوع. هذه تقريبا خلاصة للآلية لأول مرة أنه هاي المشاريع من حكومة إلى حكومة لا وجود لوسطاء لا وجود لمبتزين لا وجود لفساد يعني مشكلة بالعراق أقول لكم شيء واحد وهو أخوان الأعزاء أكو كلفة اسمها كلفة العراق يسموها عراق كوست 40% على أي مقاولة بالعراق الشركات تحمل العراق بسبب الابتزاز الفساد المخاطر الأمنية إلى آخره. يفترض احنا هسه بهذا الاتفاق ان نزيل هذه الكلفة ونأسس لقطاع مقاولات عالمي صحيح تنافسي تبدي الصين وبداية الصين هي انفتاح للعالم بصراحة يعني. قد ربما سائل يسأل انه 100,000 برميل هل هي تكفي لإعادة البنية التحتية للعراق؟ هو هذا السؤال المهم وعائدها 2.3 مليار هي قليلة بحق بنية تحتية متهالكة على مدى 40 سنة هذا صحيح طبعا لكن هي بداية بالحقيقة انه شلون نقضم من ايرادات النفط سنة بعد سنة تتحول الى المشاريع التنمية يعني بدل ما تروح للموازنة التشغيلية والاستهلاك والتبذير المقرف هذا بالحقيقة هذا حط يعني صادر مستقبل العراق اذا بالعقلية هاي المالية اللي نشتغل عليها وبالتالي ممكن هذا الاتفاق يتطور اذا نجح ان شاء الله في السنة القائمة يعني سنة 20 هسه 21 يعني اتفاقية 20 سنة بصراحة بعيدة الاجل أن نزيد الصادرات لأغراض الاتفاق قد تكون 300,000 برميل قد تكون 500,000 برميل بالمقابل الجهات الصينية اللي وقع معها الاتفاق اللي هي الوكالة الصينية الحكومية لضمان الائتمان والصادرات مؤسسة كبيرة ترتبط بمجلس الدولة ويرعاها ترعاها اللجنة المركزية حزب الشيوعي الصيني قضية كبيرة يعني هي ليست هينة بالحقيقة لها دور في العالم. هذه تضمن أي ائتمان خط ائتماني يحتاجه المشروع احتمال يصير عسرة في الأموال هو يقدم لك خط ائتماني مضمون من الحكومة الصينية عادة منخفض التكاليف هذا هم اعطونا خط ائتماني قد يصل إلى 10 مليارات السقف ماله طبعا أنت عند الحاجة تأخذ وتسدد يعني لغرض استكمال المشاريع وهي تعتبر يعني احنا بالأدبيات الاقتصادية نسميها كوفاينانس يعني تمويل مشترك وبنفس الوقت هو صندوق غاطس الأموال اللي تطب الحسابات بالصين ينسحب منها وإذا أخذنا خط ائتماني يعني حتى نستكمل المشاريع يسدد أيضا من هذا الأموال اللي تدخل في هذا الحساب في هذا الصندوق فإذاك عملية مشتركة في التمويل حتى تسرع إنجاز المشاريع الكبرى فالحقيقة هو منطلق وهذا المنطلق بالحقيقة الزامن مع شيء هو مشروع تأسيس مجلس إعمار العراق يعني اللي هو على غرار المجلس اللي شكل في 53 في العهد الملكي بالعراق وكان رائد بالحق في مشاريع البنية التحتية الأساسية طيب فكانت هي الفكرة أيضا أنه هذا تمويل يرتبط في مجلس الإعمار مستقبلا يعني وإذا ماكو مجلس إعمار يرتبط في رئاسة الوزراء في مجلس الوزراء وتتخذ القرارات بهذا الشكل. طيب دكتور مظهر يعني
أنت بالبداية تعرجت إلى موضوع مهم، قلت أن هذه تعتبر اتفاقية أو اتفاق عفوا وليس اتفاقية أو معاهدة، ماذا يفرق ذلك؟ هل ثمة شروط جزائية في هذا الأمر إذا كانت اتفاقية أو اتفاق أو معاهدة، يعني لضمان حق العراق ولضمان طبعا الجانب الصيني الذي أكيد يبحث عن مصلحته في هذا الأمر؟ نعم أكو، لا لا طبعا بالتأكيد هو ماكو يعني، لا لا بالتأكيد هي طبعا هاي اشترك في صياغتها كبار قانونيين العراقيين بصراحة، ودرست في يعني لدى مستشاريات قانونية عالمية أيضا بس الوقت هو اتفاق، الاتفاق أقل من الاتفاقية أو أقل من المعاهدة، الاتفاق إيش اتفاق تجاري بصراحة، هذا ما يحتاج إلا مصادقة مجلس الوزراء وهو جزء من أعمال السلطة التنفيذية، السلطة التنفيذية مسؤولة عن السياسات العامة بالحقيقة، جزء من السياسات العامة السلطة التنفيذية بشكل اللي افتهمت أنه قانون المعاهدات والاتفاقيات رقم يمكن 38/2015 إذا ما كنت غلطاناني مادة ثالثا يوصف أنه هذه من اختصاصات الحصرية للسلطة التنفيذية بصراحة ولذلك بس هذا لا ينفي دور مجلس النواب الموقر. طيب طبعا احنا ايضا حريصين يعني حريصين بهذه المساله، لا يوجد صرف استاذ الكريم استاذ ناصر، لا يوجد صرف خارج الموازنه وخارج قانون الموازنه، يعني خلي يكون الناس بالاعتبار صح هذا الاتفاق صار، لكن لكن اذا ادرجت مشاريع ادرجت تخصيصاتها تدرج في قانون الموازنه بدليل ان موازنه عام 2019 كان بها رقم 1.1 سماه قرض، هو غلط ومو قرض هو تمويل بصراحة يعني أنا ذاك كانت بالبدايات اعتمد هذا على الاتفاق الإطار التعامل اللي وقع يوم 11/5/2018 نعم 11/5 يعني اللي هو بداية اتفاق وصادق عليه مجلس الوزراء بحكومة الدكتور حيدر العبادي أنا ذاك فلذلك أصبحت الاتفاق نافذ المفعول، لكن اللي وقع في 23/9/2019 بحضور السيد رئيس الوزراء الأستاذ عادل عبد المهدي هو كانت الملاحق الحسابية والآليات الفنية بصراحة والاتفاق النفطي طبعا هذا أيضا في هذا اللي صار آنذاك يعني في شهر أيلول في هذا العام 1.1 لهذا العام حقيقة كانت تجريبية خلنا نقول بهالمعنى هذا الشركات الصينية عندها مشروعين متلكية أو متوقفة. طيب. لافتهمت أنا طبعًا أنا مو بمشاريع أنا بتمويل طبعًا. نعم. لافتهمت إنه أكو مشروع في سامراء في محافظة صلاح الدين يسموه محطة صلاح الدين الحرارية. في سامراء هاي متوقفة. يقال إنه المستكمل منها قبل ما تدخل إرهاب الداعش والمسائل. بالفعل. كان 60% فالشركة استأنفت عملها وبدأت تستكمل بنائها وصار في نهاية هذا العام. ستعمل هذه المحطة الحرارية تطلي 1450 حوالي 1450 ميجاوات تستخدم الوقود الثقيل حسب التكنولوجيا الصينية بالاتفاق هكذا، وهناك مشروع آخر في الناصرية بالحقيقة في جنوب العراق لبناء خزانات وقود استراتيجية تعلق بالإنتاج النفطي في جنوب العراق، فهذين المشروعين في موازنة عام 20 اللي بعدها تعرف بعدها لحد الآن هي ما قدمت هناك مبلغ 2.7 الصور أو 8 مليار تريليون دينار هم على الاتفاق، لأنه يعني هو حاسب صادرات 100,000 برميل مدة سنة أيضا هذا داخل في الموازنة، أنا أعتقد سنة 20 راح تنفتح مشاريع تدي السنة الأولى ما تحتاج المبالغ كلها تحتاج بدايات يمكن 50 مليون لهذا المشروع 100 مليون لهذا المشروع 200 مليون لهذا المشروع تتقسم 10 مشاريع استراتيجية يبدأ العمل بها في سنة 21 تستكمل كل أنواع التمويل اللي تريده بالحقيقة. جيد. قد تحتاج خط ائتماني قد تحتاج ما تحتاج خط ائتماني تعتمد عدد المشاريع تعتمد حجم التمويل. فالمسألة جارية هي عادة في الأجل الطويل هي لمدة 20 سنة بناء استراتيجي طويل. الحقيقة إحنا الآن توجد فرصة أمام العراق باستخدام شركات عالمية متقدمة لها الجرأة والقدرة أن تعمل بالعراق بالأسس التنافسية بعد 16 سنة تجربة فاشلة 16 سنة ما شفنا مشاريع عدد المشاريع النفطية لأن هاي قصة أخرى بالحقيقة غيرها ما شاف المواطن العراقي على أرض الواقع
أي مشاريع البنية التحتية ولا وجود شركات عالمية. واللي يصير كان يصير وهم بصراحة. تدخل شركات يجي مقاول ثانوي وتشتغل كل أشكال الابتزاز والفساد وإلى آخره وتفشل المشاريع. فبما أنه هذا المشروع هو من حكومة إلى حكومة ويرتبط برئاسة الوزراء بالحقيقة وأكو هيئات وزارية مشرفة، أنا أعتقد ستسير أعمال البنية التحتية على طريق صحيح بتكاليف عقلانية وصحيحة وبعيدة عن مظاهر الابتزاز والفساد وتكاليف المخاطر الأمنية وما يسمى من المتسميات الكثيرة واللي أرهقت الاقتصاد العراقي وأرهقت التنمية ووقفتها بصراحة. فهو هذا الموضوع برؤية ويحتاج إرادة. الرؤية والإرادة يجب أن تعتمد لتأسيس عراق جديد بصراحة، عراق يبني نفسه بشكل صحيح ونبتعد عن خزعبلات 16 سنة اللي مضت. فيعني الكل يجب أن يتضامن في هذا الموضوع، والرقابة الشعبية مهمة ورقابة مجلس النواب مهمة، وهذه مهمة وطنية أنا أعتبرها للجميع أنه كيف نبني العراق. طيب دكتور مظهر، ماذا تقول عن الذين يعارضون اليوم مثل هذه الاتفاقية داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب؟ لدينا هنالك مواقع التواصل الاجتماعي تروج بشكل كبير ضد هذه الاتفاقية، وهناك من يقف أيضا مدافعا عن هذه الاتفاقية. جنابك يعني شرحت لنا الوضعية بشكل كامل، يعني هذه الاتفاقية ماذا تضمن وماذا ستقدمه للعراق وطريقة السلسة بالتعامل بين العراق والصين اقتصاديا، ولكن هنالك من يقف بالضد، من يقول أنه ستحجز أموال العراق لمدة 20 سنة وسترهن وكذا وفيها اتفاقية خطرة. هذا الجانب برأيك ما الغاية لتشويه مثل هذه الاتفاقية إذا مثل ما أنت جنابك شرحت لنا الوضعية بشكل كامل؟ نعم، هو أحكي لك، هو أنا أحكي بمهنية وحيادية تعرف جيد، هو أنا هذا أقول اسمها سياسية يعني مناكفات، يعني صراعات على الكراسي، يسمي لعبة الكراسي يعني يعني كل من يريد ما تعرف هاي. فلذلك تتخذ ذريعة، قسم منها تودد للجانب الأمريكي يعني لواقع يسميها بالمعنى هذا، علما أن الأمريكان ترى ما لهم علاقة بهذا الموضوع كثيرا. يعني شلون ما لهم علاقة؟ يعني فلسفتهم اتجاه هذا الموضوع، هم يخافون من أشياء أخرى، يخافون العراق يروح يدخل بمحاور خطير. وازنة ضد المحاور، العراق بلد مسالم الكل أصدقائه، ما عندنا أعداء، إحنا روسيا صديقته وأمريكا صديقته وإيران صديقته، ويعني هؤلاء أصدقاء الجميع. بالفعل. نعم. يعني يحاول أنه العراق أنه يكسب ود الجميع. كذلك هنالك اتفاقيات مع الجانب السعودي مؤخرا، كانت في زمن الحكومة السابقة أيضا أبرمت اتفاقية حيادية. نعم. لا تميل لبلد، يعني جيد. إحنا مو نجيب الصين ضد أمريكا ولا ندخل تحالفات ولا أي شيء، باتفاق بسيط 100,000 برميل ما أتصور يعني وصلنا لهذا الحد من الصراع. نعم، هو يعني خلينا نسميه مناكفة سياسية بصراحة. نعم. بعيد عن الأجواء السياسية، بس أنا أعتقد هاي جانب. جانب آخر أكو سوء فهم. اللي يجهل شيء يصير ضده وحقه. يعني بالاقتصاد أنسرتينيتي، الأنسرتينيتي تخلي الواحد متشكك. يعني كنا اقتصاديين، إذا شيء ما نعرف عن معلومات زينة نكون متشككين، هاي طبيعية جدا. لماذا ولماذا وكيف؟ طبعا هاي من حق الناس تسأل. شيء بالحقيقة أنا وذولا طبقة فاسدة أنا أسميهم، هذولا يريدون تبقى الحال كما هو، المقاولات والإحالات تأخذ نفس السياق اللي بدأ من 2003 إلى اليوم، يمكن كررتها بعدة مكانات وخلى كررها مرة ثانية. العراق من 2003 إلى 2012 ما صرف على البنية التحتية 222 مليار دولار، يعني كذا تقول ربع تريليون تقريبا، يعني هيك خلال 8 سنوات من 3 إلى 12 هالشكل هذا. نعم. ما صرف العراق، الحكومة العراقية صرفت 126، ما صرف الجانب الصديق الأمريكان 60، السي بي أي ذول سلطة الائتلاف يمكن في 16،
المؤسسات المتعددة المالتي لاترالز يعني متعددة الأطراف يسموها البنك الدولي صندوق إلى آخره، هذول صرفوا 96 تريليون، يعني 96 زائد 126 هاي خلال 8 سنوات، مبلغ كبير جدا، مبلغ هائل. ولما تجي على الأرض ما تسأل على الواقع ما الذي تحقق؟ مش يعني الناس ما تلمس في الشيء، يعني في العهد الملكي مجلس الإعمار بين 53 وبين 58 شوف جسور بغداد، شوف سد الثرثار، سد الورار أتذكر، سدود في الجنوب بالحلة وإلى آخره، شوف شوف مدارس بنيت أتذكر يعني خمسينات يعني يعني طفل أتذكر أكو نهضة عمرانية 5 سنوات صارت، بس قل لي 8 سنوات مصروف 4 تريليون والنتيجة صفر. أنا أعتقد هذه الأموال هي فساد وكوربشن وحقيقة بسبب نمط التعاقدات والمقاولات والإحالة. نعم. والعراق يجب أن يبني نفسه بشكل صحيح، برجاله، بأبناء المخلصين، بتفاهماته، نفتح عقلنا، خلينا نفتح عقلنا كنا بصراحة كافي عاد الناس يعني وصلت حد بعد لا تتحمل يعني. فأنا أعمل من هذا الاتفاق أن يناقش، أن يدرك، أن يطور، أن يدعم، وليس نقف ضده. ترى ضد ماكو نتيجة، معناها نبقى هكذا على نفس الحال، نستهلك إيرادات النفط ونتداين. يعني إذا شوف يعني أكو مآسي أنا رجال بالمالية عامة، إذا شوف الموازنة وتركيبها يعني تخاف، أنا خاف صراحة، خاف على مستقبل أحفادنا. معناها إحنا نجيب إيرادات النفط ونقترض ونوزع فلوس بدون إنتاج، بدون إنتاج، ونريد نعتمد على القطاع الخاص اللي بالبلد. القطاع الخاص ما يقدر يبني إذا لم توجد سياسات حكومية فاعلة ومؤثرة في الاقتصاد لتتعاون مع السوق والقطاع الخاص، لا يمكن بناء الدولة. فخلنا نكون صارمين ونكون حذرين ونكون شجعان في اتخاذ قرارات لبناء مستقبلنا، بناء العراق. احنا بلد بخيرات كثيرة، شعب حجمه مثالي بصراحة، منتج، لكن يحتاج إعادة تنظيم، إعادة فهم، إعادة فهم العلاقات الدولية بصراحة. احنا لسنا محاور معه وضده إلى آخره، هاي ضرب العراق. العراق هو خارج أي سياسة من سياسات المحاور، علاقاته طيبة، لكن هسه العلاقات الأمريكية الصينية بالرغم من المناكفات، هنالك اتفاقية قبل يومين، هنالك اتفاقية أيضا نقل تكنولوجيا وتعاون شيء عجيب بين بكين وواشنطن، شيء عجيب بالفعل. يعني بالرغم من تسمع لهذا، ليش العراق ممنوع عليه بالحقيقة؟ أنا أتصور أكو ضبابية في الفهم هنا. طيب شكرا على هذا الإيضاح. طبعا دكتور مظهر، يعني بداية الحديث أيضا ذكرت جنابك بأنه هذه أو هذا الاتفاق هو من ضمن مهام السلطة التنفيذية، وهذا يبرر أو يرد على الأشخاص الذين يقولون بأن مجلس النواب لم يطلع على بنود هذه الاتفاقية، لذلك فيها لغط كبير وفيها خطر كبير، ومثل ما ذكرنا احنا بها مستقبل مظلم، وما أعرف يعني هذه التهويل اللي دا يصير اليوم، على الرغم انه يعني انا اقتنعت تماما من كلامك، لان انت اكثر الشخصيات على درايه بمثل هذه الاتفاقيه. مشككين، اي نعم. نعم راح اقول لك شيء استاذ ناصر. نعم. مجلس النواب انا ما اعرف قد هو يقدر يطلع يعني، بس على الاقل اللجنه الماليه تطلع يعني. يعني من وضعه موازنه عام 19 في اواخر عام 18. نعم. وضع مبلغ اسمه 1.1 مليار دولار، انكتب قرض من ساينشور، بهالمعنى هو مقرض الحقيقة، هو تمويل، هو من فلوس العراق. قد تحتاج خط ائتماني وقد تحتاج فلوسك، بس بوقتها كانت الصورة بعدها. مسألة مجلس النواب هذا شنو؟ يعني مو نوقش، المفروض نوقش يعني، زي من عرض على النواب وصوتوا موازنة عام 2019 ما قالوا هاي شنو هي، هاي من جت شنو هي هاي، يعني ما لها شنو اساسا قانوني. جوز جتهم تليفونات على الواتساب، رساله على الواتساب قالوا موقعوا. ارجع للمساله القانونيه. نعم. اكو مذكر التفاهم هي اقل، واكو معاهده او اتفاقيه هي اعلى. المعاهدات والاتفاقيات الكبرى تروح مجلس النواب. اكو اتفاقات تجاريه مثلا، اتفاقات عمل، هاي ما تحتاج تروح مجلس النواب، هاي اقل، اعلى من مذكر التفاهم واقل من الاتفاقات بموجب قانون الاتفاقات والمعاهدات، اصور رقم 38 سنه 2015 البند 3 يقول هذه تكتفي بمصادقه
السلطة التنفيذية فعلا عرضت على مجلس الوزراء ومجلس الوزراء صادق عليها بالحقيقة. بس أكو شيء مهم، مجلس النواب سلطة تشريعية ورقابية، ومن حقه طبعا من حقه، يعني هو الراعي، هو راعي يعني هو الراعي العملية الاقتصادية والقانونية بشكل كبير يعني والرقابية. لا يصرف فلس واحد، فلس واحد، دينار واحد لا يصرف خارج الموازنة، والموازنة قانون، والقانون يصادق عليه مجلس النواب ويناقشه بكل تفاصيله. فلذلك أرجو أن يطمئنون، يعني لا يوجد صرف خارج الموازنة. إذا أخذنا خط ائتماني ولا من فلوسنا ولا أي شيء هو مدرج في قانون الموازنة. فلذلك عام 20، موازنة عام 20 بيها المسودة، هي بعدها بيها رقم لهذا الاتفاق، وستعرض على مجلس النواب. مجلس النواب يقدر يطلب تفاصيل، يقدر يطلب توضيحات، يقدر هو يقدر يرفضها، خلينا نقول يقول لا ما في داعي، متروكه لنا بصراحه يعني هم السلطه التشريعيه. فلا يوجد شيء، هذا الاتفاق لا يمنع مجلس النواب من ان يعطي البروفل او خلينا نقول المصادقه النهائيه. اي نعم. جيد. طيب دكتور، يعني هل يحق للعراق اليوم بعد ان يبرم مثل هذه الاتفاقيات، وأنت جنابك أشرت إلى مسألة مهمة أنه يجب أن نكون منفتحين اقتصاديا على العالم، هل يحق للعراق اليوم بعد المباشرة بتنفيذ بنود هذا الاتفاق أن يبحث على اختيار شركات عالمية أخرى؟ قد تكون هذه الشركات أوروبية، قد تكون أيضا أمريكية وشركات أخرى، يعني بالإضافة إلى المحافظة على الاتفاق الصين مع الصين واتفاقات أخرى. نعم راح أقول لك شيء واحد. نعم هذا صحيح طبعا، من يعني سواء من مشينا هذا الاتفاق بإطار التعاون اسمه Cooperation Framework في 11/5/2018، طبعا هذا أحكي لك، انفتحنا في بداية 19 انفتحنا على الولايات المتحدة الأمريكية، يعني فتحنا حوار مع المؤسسات الأمريكية ذات العلاقة، حوار مع اليابان أيضا، وحوار مع كوريا. الحقيقة أن بدنا نطور المسألة من مقاولات، إذا تعرف البنية التحتية تحتاج مقاولة بالحقيقة. طيب. من مهام السلطة يعني مهام الدولة، يعني الطرق، الجسور، هاي شغل الدولة بشكل عام. يعني البنية التحتية سلعة عامة بشكل عام، ما يعني أكو هواية جدل بهذا الموضوع. لكن ممكن النشاطات الانتاجيه المباشره، مصانع، مزارع الى اخره، اللي تخلق نوع من الشراكه بصراحه بين الدوله والقطاع الخاص الداخلي والدولي طبعا الاجنبي. فلذلك فتح حوار انه نخلق شراكات، يعني مشاريع مشتركه، تمويل من عندهم مو بس من عندنا، والربح نتقاسمه سوا والى اخره. لكن هذا لا زال يتوقف على الحق، اصطدمنا بعقبه قانونيه، لا زال نحتاج تشريع قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص. فأتمنى يعني من مجلس النواب الموقر أن يشرع هذا القانون، يسرع به بصراحة. لا زالت عندنا مئات المعامل بالحقيقة، عشرات المعامل الحكومية اللي 100 وكسور منشأة متوقفة من عام 2003 ليه هسه، والناس تشكي لماذا متوقفة وبيها حوالي نصف مليون عامل ويتلقون رواتب بدون عمل، يعني قضية مؤلمة هي هاي. فلذلك احنا نريد نبدأ بالقطاع العام الحكومي، يعني يكون شريك للقطاع الخاص الأجنبي والعراقي لتشغيل ماكلة الاقتصاد والنمو حقيقة. فأكو توجه هكذا. زائد أكو شيء واحد، احنا في شهر العاشر الماضي سيد وزير المالية نائب رئيس الوزراء وقع في واشنطن مع إكسيم بنك، بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، مذكرة تفاهم اللي هي يعني بها شروط بها كذا لتقديم تسهيلات ائتمانية للعراق بمبلغ 5 مليار دولار، مليار للقطاع الخاص ممكن يقترض منه، 4 للحكومة العراقية، والولايات المتحدة مستعدة تجهز وتقدم شركاتها للعمل. ما حد اعترض بصراحة، يعني 5 مليار ليس رقم قليل، يعني بالفعل في لمدة 5 سنوات وشيء مرحب به، وإحنا تعاون مع إكسيم بنك، وهذا أيضا يعني هكذا يعني احنا نتعامل لما نحتاج تمويل نقترض، يعني هذا اقتراض، تسهيلات هي تسهيلات ائتمانية تعتبر، بس هو اقتراض. طيب. ويسدد يعني بشرط انه تروح للمجالات المنتجة والصحيحة والى اخره. طيب. فاكو هكذا تعاون مع العالم، يعني اكو انفتاح، بس يعني
هي ليس احتكار للصين فقط وهذه يعني جي. هذا تصور خاطئ بصراحة. طيب الصين دولة من بين الدول اللي تعاون العراق حالة حال تعامل مع الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الجوار إلى آخره. فلي يعني ليش شيطنوا الموضوع؟ شوف هذا الاتفاق شيطن، هذه الاتفاقية شيطن، صار شيطنة بها بصراحة، إنه العراق راح يشيل نفسه وفلوسه ويقعد بحضن الصين. مو هو خايفين من الفوائد دكتور العالم. دكتور مظهر خايفين من الفوائد. يقول فتح على العالم. طيب. عنده علاقات مع كل الدول. طيب. أنا أعتقد هذا هوس. طيب خليني أعطيك هاي المعلومة دكتور مظهر عفوا أكيد ما غايبة عنك. يقولون هناك من يقول بأن العراق لم يرغب بإمضاء هذه الاتفاقية بسبب الفائدة العالية المترتبة على المبالغ الكبيرة فيها. أكو هيك صحيح هذا الموضوع؟ والله هي تحكي لك لحد الآن إحنا لا اقترضنا ولا شفنا الفائدة شنو. أحكيك إياها يعني عفوا مقترض هي إحنا نسميها تسهيلات ائتمانية مضمونة من مؤسسة سينشور هي مؤسسة صينية لضمان الوداع والاستثمار. إحنا فلوسنا راح نودعها بالصندوق السيادي العراقي في الصين بالدولار طبعا عليها فائدة هي فائدة بالحقيقة طالما هي بالدولار أو فائدة السوق لندن بصراحة هي السائدة اللايبر بالحقيقة كل على اللايبر تشتغل. أنت إذا احتاجت خطة ائتمانية راح يعني راح تاخذ هذا الخطة الائتمانية للتمويل يفرض عليك ايضا فائدة لكن هاي الفائدة كون انه مؤسسة ضمان الاستثمار الصينية هي ضامن الدفع فتكون منخفضة جدا يعني وهذا ستاندر عالمي يعني بس اقول لك شيء واحد لا يوجد في نصوص الاتفاق يشير الى سعر فائدة هالقد وهالقد لا يوجد بالحق هاي افتراءات وافتراضات ما دول المتقولين يعني بعدين انت حتى تاخذ خط ائتماني اقول لك شيء واحد هم ما يعرفون شنو هاي القصه خط ائتماني حتى نحصل من مصرف صيني نطلب تندر ثلاث اربع مصارف تتقدم وياهل يقدم خط ائتماني ارخص ناخذه مثل ما يجري ويا اليو كي اي اف مع القرض البريطاني اللي هو 12 مليار هو ما حيجيب طاريه هذا من حقه ابد ما حد قال فديو هذا القرض البريطاني شنو شروطه شنو فائدته ما حد يحكي بس صارت فيها الصين صارت القضية أحمر وأخضر بصراحة للأسف الشديد يعني فالحقيقة اختيار الفائدة تختارها وزارة المالية اللي هي الأرخص والأقل بدون تحويلات عن طريق تندر بصراحة تتنافس عليه المصارف حالة حال UKEF هسه بدنا نسوي هاي قضية هم يعرفوها بصراحة فلا يوجد بالاتفاقية أرقام هذا يقول 6 وهذا يقول 10 ما كيش حكي بصراحة هذا طيب. جهل وتجهيل للناس بصراحة طيب. فالغير مختص يدخل نفسه استاذ ناصر بصراحه يعني مع الاسف اللي ما مختص ما يعرف هالقضايا اللي يدخل نفسه بها ما يعرف مو شغله يعني مشكلتنا الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي دكتور تصريحات كانما هو عالم بالتمويل الدولي هو كل شيء ما يعرف هذا يضلل للناس وعيب يعني بصراحه يترك الموضوع للمختصين اكو رقابه برلمانيه اكو مجلس نواب اكو مختصين اكو اساتذه جامعات مرموقين يعرفون شلون يقرون المسائل اما هذا التسييس والتلوين يعني مع الاسف يعني طيب احنا راح يكون عندنا جهه يعني يعني اتوقع انه ايضا جنابك اشرت لكن على عجاله كانت هل لدينا جهه ستكون مشرفه على تنفيذ هذا الاتفاق دكتور مظهر بين العراق خاصه والصين يعني على هذه الاتفاقيه نعم هذا طبعا هذا جزء من شغلنا طبعا البنك المركزي العراقي كمؤسسه ماليه اللي هو بنك الدوله طبعا ويمسك حسابات الجمهوريه العراق كل العالم يعني الولايات المتحدة سواء الصين أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي الحقيقة يكلف يعني بالتعاون طبعا أنه يأسس شركة العفو يتعاقد مع شركة تدقيق وحسابات عالمية من الخمسة الكبار يسمهم البيك فيرمز الفايف بيك فيرمز هم دول الخمسة الكبار المدققين بالعالم يعني معروفين يراقب الحسابات الفلوس وين تطب وين تطلع إلى آخره لذلك يعطينا تقرير دوري يعني كل اسبوع كل شهر كل 15 يوم هاي واحد نفس الوقت هاي الشركه راح جزء من واجباتها راح تتكلف حقيقه تقيم التندرز لما نطلب مشروع مثلا نفرض ميناء الفاول الكبير خلينا نفترض ولا ما اعرف هو مو من ضمن الاتفاق دكتور مظهر شركات صينيه عفوا دكتور مظهر بلد كبير شركات عملاقه بلد هو عالم هم بالحقيقه كل واحد شروطه يعني التندر ماله بالاسعار بالنوعيه بالمده بالكذا من يقيمه
تقيم هاي الشركة بصراحة من خلال خبرائها أيضا نعم. المرموقين السكشن الثاني بالحقيقة وتقدم لنا تقرير تقول مثلا أكو أكس وواي وزت زت أفضل من أكس وواي خلنا نقول للأسباب التالية طيب. وكل واحد يقول عنه شنو هذا يحال هذا التقرير إلى مجلس إداري مجلس إداري رأسه لا يقل عن السيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يعني لا يقل أعضاء من مختلف الجهات ذات العلاقة يعطي تقرير أيضا إلى مجلس الوزراء ويصادق على المشروع عادة طبيعة المشاريع للبنية التحتية راح تكون طبيعة ذات صفة استراتيجية بين سدود بين جسور بين موانئ بين مطارات يعني بهالشكل في مجال السكن يمكن سألت أنا قلت له أنا علي يعني وجهة نظري الشخصية إنه نركز على السكن الواضع الكلفة سكن الفقراء بصراحة هذا مهم ما يهمني يعني مشاريع السكن ما شب بشكل أو بآخر الناس لكن أكو سكن للطبقات الفقيرة عندنا 3 ملايين بشر يعيشون في عشوائيات بصراحة هم عراقيين وأهلنا وناسنا والآخرين فأنا أعتقد هذه يعني تأخذ الأولوية يفترض يعني إذا أسأل هاي هذه هي أولوية السكن يعني وهكذا الأمور الأخرى فالدولة واعية للمشاكل وعايشة إحنا كنا عايشين مشاكل بلدنا ونعرف بالفعل بالفعل طيب يعني من ضمن الحجج اللي أنا أريد يعني جنابك ترد على هذه الأقاويل يقولون هي الصين نفسها هي أيضا تستورد الكثير من دول الخارج يعني لها اتفاقات اقتصادية فإذا ذهبت أموال النفط العراقي للصين فماذا عن الاستيراد من الدول الأخرى يعني بالنسبة للصين راح تستثمر هذه الأموال العراقية لو بالعكس يعني هذا شيء جيد وراح يدعمنا وأيضا إشارة أخرى بأنه ربما تتعرض الحكومة العراقية لضغوطات أمريكية بعدم تمرير مثل هذه الاتفاقية صور مبالغ هذا الموضوع بالنسبة للضغوط يعني قلت لك أنا بالبداية يعني الجانب الصديق مثلا الأمريكان يخافون من سياسة المحاور يعني صراعات بين الدول يعني تعرف الصين رقم واحد في أولويات الأمن القومي الأمريكي صحيح يعني هذه الصين عملاق مخيف طبعا احنا ما عندنا محاور ولا عندنا سياسات ولا عندنا تحالفات ولا هي عملية مقاولات خلينا نسميها لتنفيذ مشاريع على الأرض لعلمك أستاذي العزيز no. 40% من شركات من عمليات تطوير حقول النفط في جنوب العراق هي شركات صينية يعني مشترك ويا بريتش بتروليوم إلى آخره ايش عجب النفط يصير وغيره ما يصير ما أعرف ايش عجب ساكتين على ذاك يحكوا على هذا فالشي مش ماشي يعني صحيح فالعراق بسياسته سياسة حيادية ضد سياسة المحاور صديق للجميع الصين دولة صديقة العراق مثل ما الولايات المتحدة صديقة العراق ما عندنا عداوات بصراحة مع أي دولة بالعالم السياسة العراقية هكذا يعني فإحنا جزء من توجهنا بهذا البرنامج الإعماري هو نريد نوجه إعادة هيكلة المالية العامة بالعراق نحو التنمية بالحقيقة عندنا بطالة عندنا مشاكل بصراحة القطاع الخاص دكتور مظهر ما موجودة بطالة موجودة تردي بالبنية التحتية العراقية نعم القطاع الخاص نقلل البطالة وننهض بالبنية التحتية جيد بالنسبة للقطاع الخاص هل 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 له مجال في مثل هذه الاتفاقية هل سيستفيد القطاع الخاص من هذه الاتفاقية وأين يعني في مثل هذه الاتفاقية لو يعني نعم نعم هل أكو شراكة القطاع الخاص بهاي المشاريع طبعا راح أقولك شيء واحد أو قطاع خاص هو قطاع العمل جيد العمل خاص قطاع خاص سوق العمل الخاصة خلينا نسميها يعني الأهلين يعني اللي يشتغلون بالقطاع الخاص فأكيد هاي الشركات يعني ما معقولة تجيب لنا جيوش من العمال الصينيين والعراقيين قاعدين بطالة ماكو حاجة بصراحة إلا يعني أي إنسان عنده ضمير ما يقبل يعني بصراحة مو سعوف الشروط لهذا مو إحنا حتى ما يرجع الموضوع مع الشركات النفطية دكتور عفوا إحنا نتعلم منه طيب دكتور إذا يعني تسمح لي العامل العراقي يتعلم من العامل الصيني نقل تكنولوجيا ومهارة هذا أنا أقصد أنه لا ينعاد الموضوع مع الشركات النفطية اللي صار في الجنوب ينعاد مع مثل هذه الاتفاقية هناك تخوف لدى الشارع العراقي عمالة وبطالة عندنا وعندنا قطاع خاص نعم تفضل دكتور لا هو اللي احكي لك النفط هو طبيعته قطاع النفطي من مساوئ ان التكنولوجيا مالته عاليه والعماله مالته محدوده
يعني هو مو بناء مدرسة ولا بناء طريق تحتاج على عشرات العمال. هي هاي مشكلة القطاع النفطي. لذلك يسموها بالاقتصاد يسموها ليونتيف بارادوكس، متناقضة ليونتيف، إن البلدان النامية تصدر سلع كثافة رأس المال بها أعلى من العمل وهي على بطالة، وتستورد من أمريكا سلع كثافة العمل بها عالية وهي بلد تكنولوجيا رقم واحد. أكو هيش تناقض بالاقتصاد بالحق. سبب ليش؟ لأن إحنا مصدرين النفط، والنفط بتكنولوجيا عالية بعمل ماهر عالي، ما يتقبل عمال يعني أي عمال، متوسطين مهارة وقليل المهارة، هاي مشكلة. لكن هاي المشاريع مال البنية التحتية تتقبل طبقات من العمال، يعني ممكن عامل قليل المهارة وسط المهارة إلى آخره، تختلف القضية هنا يعني. وبالتالي إحنا أيضا يعني من واجب الدولة أن تنظر. أكو قضيتين، مستلزمات إنتاج عراقية يجب تكون. ما معقولة تيجي الشركة الصينية تجيب لي سمنت من الصين والسمنت العراقي 21 معمل سمنت أو حصو أو إلى آخره. فالعمل ومستلزمات ومدخلات الإنتاج يجب تكون الأولوية للعمل ومستلزمات الإنتاج العراقية قطعا، يعني وفق المواصفات الصحيحة طبعا بالفعل. يعني هاي منطقة ولهم أرخص، يعني حتى للمقاول الصيني أرخص ما يجيب ينقل سمنت أو يجيب عامل من الصين لهنا، يعني عامل العراق متوفر يعني أكيد. طيب. يعني طيب دكتور، يعني يعني قبل أختم الحلقة، يعني برأيك هل سيواجه الاقتصاد العراقي في مزيد من الضغوطات خلال 2020 وسط هذه الاضطرابات السياسية الموجودة في العراق؟ كيف تقرؤون وضع العراق اقتصاديا ماليا في هذه السنة 2020؟ شوف الأستاذ ناصر، سنة 2019 هي واحدة من أفضل السنوات في النمو الاقتصادي العراقي لأسباب. السبب الرئيسي هو القطاع الزراعي. تعرف اليوم احنا الاكتفاء في الحبوب لسببين. سبب سياسات الدعم للشراء المحصول من السياسات الحكومية والدفع الفوري، انطي إشارة إيجابية للعمل إلى آخره، ويعني البيئة كانت الحمد لله الأمطار والمياه أيضا تأمنت، فهذا زيد النمو في الاقتصاد العراقي 4.5% تقريبا. هذا نمو حقيقي بالحقيقة، وهذه أول مرة يتحقق يعني بالقطاعات الأخرى، بحيث مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت. الموازنة 20 يفترض النمو يوصل 5% أو أكثر شوية، لكن هذا تعطيل الموازنة وتعطيل الصرف بالحقيقة لأغراض المشاريع والتنمية إلى آخره ما يساعد بصراحة، ما يساعد على على النمو، يعني على الرغم من التشوهات الكبيرة الموازنة، لكن أكو سياقات تعرف للصرف وإلى آخره. فأعتقد أن تأخر الموازنة وعدم إقرارها يسبب لنا مشكلة اقتصادية يعني. فأرجو أن تعبر الموازنة يعني بعد أن تهذب ويعاد الانضباط المالي به العالي، والعجز يصير قابل للتمويل مو عجز غير قابل للتمويل، مثل ما شفنا هواي أشياء يعني محزنة يعني وتقدم إلى مجلس النواب، يعني حتى لو حكومة تصريف أعمال مجلس النواب يطلبها وخلص يناقشها ويقدر يعني يتفاعل معها بإيجابية، ومؤسس وزارة المالية موجودة والكل موجودين. فأعتقد تأخير الموازنة لا يعمل في صالح العراق. الدكتور مظهر محمد صالح، نائب محافظ البنك المركزي العراقي السابق، شكرا لك، وأيضا المستشار الاقتصادي والمالي ورئيس لرئيس مجلس الوزراء، وكذلك عضو في ملتقى النبأ للحوار والاستشاري في مركز البيان للدراسات والتخطيط، كنت ضيفي من بغداد. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم لحضور هذه الحلقة من هذا الأسبوع من برنامج بانوراما. شكرا جزيلا دكتور. إذن مشاهدينا، إلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج بانوراما، على الأمل نلتقيكم في حلقات مقبلة بإذن الله تعالى في نفس الموعد وفي نفس الأسبوع المقبل إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وكادر العمل، شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.